احكي لي حكايتك يا حاج. كنا عايشين مع بعض سعداء، مفيش اي حاجه. بصيت جايباهم من الحضانه والبت في ايدي، بصيت لقيته خد العيال واختفى، ما عرفش راح فين. قعدت ادور عليه هو والعيال، ما لقيتهوش. وبعدين بس رحت قعدت لوحدي في البيت. وبعدين قعد كم يوم كده، كان بيجي يعني يقعد معايا شويه، وبعد كده ما بقاش يجي. وكل شيء اقول له العيال فين العيال فين، يقول لي ما اعرفش. قعدت بعد كده في الشارع؟ انا ما قعدتش في الشارع، انا كنت قاعده في مسجد النقض ابو قير. كنت قاعده جوه في المسجد. كان عاملين لي اوضه جوه في المسجد. وبعدين كنت قاعده في المسجد جوه. طب هو ظلمك كده ليه جوزك؟ والله ما عملت له حاجه، والله العظيم ما عملت له حاجه. انت عندك ثلاث اولاد؟ ولدين. هم مين ومين ومين؟ ولدين وبنت. مين ومين ومين؟ احمد ومحمد وسميره. احمد عنده كام سنه؟ واخد الولد كبير سن ابتدائي وسن اعدادي، والبنت واخدها صغيره. ما حاولتيش تشوفي اولادك طول الفتره دي؟ ما حاولتش. ليه؟ ما اعرفش، ساعه ما خدهم ومشى ما ورينيش وشه بعد كده. لقيتوها ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ جالنا بلاغ بيها ان هي موجوده في الشارع في اسكندريه، ووضعها صعب، وعندها صدمه نفسيه شديده جدا صعبه، وعندها جروح في القدم. وعلى طول الحمد لله قدر فريق انقاذ تابع للمؤسسه في اسكندريه ينقلها لينا القاهره، وابتدينا معاها يعني جلسات التاهيل، وكان مع عندها عدم ثقه في الناس كلها، وما كانتش كانت يعني في حالة انطواء شديدة جدا. ابتدينا برامج تأهيل معاها، وبرامج إعادة الثقة، وبرامج إن هي تبقى اجتماعية، وبرامج صحية، لحد الحمد لله ما تحسنت. كانت الأول يعني رافضة أصلا الكلام، مش عارفين اسمها، مش عارفين عنها حاجة، لحد ما ابتدينا نعرف عنها بعض المعلومات من عن طريق الأخصائيين النفسيين داخل المؤسسة. عرفنا عنها ان هي سايبه البيت بقالها 13 سنه. في خلاف بينها وبين الزوج، وهو خد الولاد، وكانت على طول الوقت نفسي اشوف ولادي، نفسي اشوف ولادي، وده تقريبا اللي عامل لها صدمه نفسيه. هي ولادها لما سابتهم كان عندهم كم سنه تقريبا؟ فيش، هو من 13 سنه، الكبير فيهم دلوقتي عنده تقريبا 25 سنه. الثاني 23 سنة، وفي بنت 17 سنة. محدش منهم دور عليها؟ احنا ما نعرفش عنهم حاجة، وهي حتى ادتنا عنوان، نزلنا بحث ميداني في المكان اللي هي ادتنا العنوان عليه، وما قدرناش نوصل ليهم خالص. انت لو شفت ولادك تعرفيهم؟ طبعا. يعني اصل هما انت سبتيهم صغيرين. هي سايباهم صغيرين. هتعرفيهم؟ ان شاء الله. لو شفتيهم؟ ان شاء الله. انت نفسك في ايه؟ اروح بيهم، اروح بيهم البيت. ولو شفتيهم محمد مثلا هتقولي له ايه؟ هاخده بالحضن واسلم عليه. سبب الصدمة اللي هي فيها دي بعد ولادها عنها. يعني مفيش حاجة في يعني في الرحمة والإنسانية إن احنا نبعد أم عن ولادها، ما تشوفهمش بقالها 13 سنة، 13 سنة نفسها تشوف ولادها، لدرجة إن هي بقت يعني نفسيا مدمرة، مدمرة ليل نهار بتحلم بيهم، بتحلم وهي صاحية وهي نايمة بيهم. ربنا كريم. طب بعد اذنكم دي واحده. دلوقتي انا
متجه إلى غرفة موجود فيها مفروض محمد ابن ست هانم اللي موجودة هنا. زكير محمد اتفضل. اهلا بيك يا محمد. ازيك؟ الله يخليك. انت جاي النهارده ليه لواحد من الناس؟ حضرتك استاذ عمرو الليسي. انا عمرو الليسي. استاذ عمرو الليسي. طيب هو قال لي حضرتك حابب تصور السلام معايا. انا كنت بدور على والدتي. والدتك اسمها ايه؟ هانم ابراهيم حسين البرنس. تفضل. ماشي. احكي لي بقى محمد ايه الموضوع ده؟ الموضوع اللي انا كنت بدور على والدتي من زمان، هي سايبانه من زمان، كانت بتمشي. هو مين اللي سابني؟ انتوا اللي سبتوها ولا هي اللي سابتكم؟ هي مشيت منتجت ظن كان في اضطهاد من والدها. طب ليه بابا كان متضايق؟ معرفش. يعني هو طردها من البيت؟ ايه؟ طردها من البيت؟ يعني هو لاخر وقت هو عايز. قلت وانا صغير كل ما اسال عليها يقول لي اسال قول الله يسهل لها، قول حسبي الله ونعم الوكيل، بس انا عمري ما حزبنت على امي. طب بتكرهك فيها ليه؟ مش عارف. انت عندك اخوات؟ عندي اخوات. مين ومين؟ عندي احمد الكبير. عنده كام سنه؟ عنده 25 سنه. ومين تاني؟ اختي الصغيره. طيب بقالك كام سنه ما شفتش امك؟ يعني بقالي بتاع 13 و 14 سنه. بقالك 13 سنه ما شفتش امك؟ طب حاولتش طول الفتره دي تتصل بيها؟ هي امي معهاش تليفون، وكنت بدور عليها ونزلت فحم الباب عند في بيت ستي ودورت بس ما لقيتهاش برضه. قالت لي اخر مكان اشتغلت فيه دور عندنا في اسكندريه. وبعدين؟ بعدين سابته ورجعت له اخر مره رجعت له شغل باقامه، بعدين سابته ومحدش عارف عنها حاجه. ده انا نفسي دلوقتي يعني حلم حياتي ان انا اشوف والدتي. يعني انت جايين النهارده عشان خاطر احنا نعرض الحاله بتاعتك؟ عشان تشوف والدتك؟ تمام، مفيش مشكلة. ده الإعداد اللي اتفق معاك على كده، انك انت تيجي عشان نستضيفك، عشان تشوف نعمل تطلع في التلفزيون تتكلم عن والدتك. عن والدتي. طب كلامك ده مش هيعمل مشكلة مع والدك؟ لا. يعمل او ما يعملش انا مش خايف، ان انا خلاص دلوقتي واحد عندي 23 سنة. انت بتشتغل فين دلوقتي؟ انا دلوقتي في فرد امن. ماسك فرد امن في مستشفى الميري. واخواتك ما بيدوروش على امهم؟ ما بيدوروش لسبب واحد، ان اللي ربوهم من صغرهم عمتي اخت والدي ووالدي. لكن انا ما لكن يعني انت اخر مره كلمت امك امتى؟ كان من كام سنه؟ هو كان من 13 بعد. انا مطلوب مني اساعدك في النهارده، يعني انت جاي تسجل معايا النهارده في ايه؟ يعني انا مطلوب مني اعمل ايه؟ ان انا اوصل لامي بس. يعني عايزني اعمل ايه؟ تتذاع الحلقه مش مشكله، عشان اوصل لامي. يعني تفتكر لما تنزيل الحلقة ممكن توصل لها؟ إن شاء الله أكيد، لو دوت هيخلينا نوصل لها. أنت فعلا نفسك تشوف أمك؟ نفسي، ده أنا نفسي ومون عيني. أول ما هشوفها هوطي على رجليها أبوسها وأقول لها أنا ابنك يما، هاخد برجليها أبوسها قبل إيديها والله العظيم. بس أنا أشوفها أحضنها بس تطبطب عليا زي الاول ايام كنت صغيره وتطبطب عليا. طيب احنا هنخش نسجل جوه انا وانت دلوقتي، وربنا كريم. انا شخصيا لن اتردد ان انا اساعدك في سبيلك انت يعني توصل لامك. هي وحشاك قوي اكيد. وحشاني قوي. هي المده مش قليله. المده مش قليله عليا. معك صورها؟ صورها في التليفون هناك في اللي بيشحن، بس يشحن شوية. معايا صورها ومعايا صورة ليها وهي شابة اهي. خليني كده اهي. دي صورة والدة محمد اللي هو بيدور عليها. والدة امي والدتي. ويا ريت اللي
الكل يدعي لي ان انا الاقي والدتي، لان بجد انا بحبها، ان هي اللي ربتني هما كام سنه اللي قعدت معاها فيهم، بس برضو ليها حاجات حلوه عليا. يعني هي سابتك وانت عندك كام سنه؟ سابتني كنت انا في خمسه ابتدائي كده، يعني 13 سنة؟ لا كان قليل تقريبا، من برضو 13 سنة كنت في الاعدادي تقريبا. طب يعني اوجه لنا ده، شوف يعني امسك الصورة وشوف عاوز تقول ايه للناس. انا عايز اوصل لامي، عايز دعوة ان انا اوصل لامي، وتعالي يما، تعالي يما انا ابنك وبدور عليكي، وكلمت كذا واحد على شقه هقعد، هنزل واقعد معاكي انا وهي، انا وانت فيها بس لوحدينا، وهبقى تحت رجلك يا امي، هبقى تحت رجلك. ابنك الغالي محمد. عموما انا يعني انا اتمنى ان انا اقدر اساعدك يا محمد، واتمنى ان انا اقدر احقق لك اي حاجه. عارف ليه؟ لان انا حاسس انك انت ابن صادق. تعال اتفضل محمد، تفضل تعال. امك يا محمد. وحشني كتفك يا أمي، وحشني كتفك قوي يا أمي. معلش يا أمي، معلش يا أمي، سامحيني يا أمي، سامحيني ودعي لي يا أمي، سامحيني ودعي لي يا أمي. والنبي أمي ربنا يبارك لي فيك يا أمي، ربنا يبارك لي فيك يا أمي، ربنا يبارك لي فيك يا أمي. الحمد لله على سلامة ابنك يا حاج محمد. على فكرة كان شو عارف انك انت هنا، كان جاي عشان خاطر عايز يطلعها في التلفزيون عشان تشوفيه والدار تستجيب لطلبه ويشوفك. حميني ومعلمي معاهم، الله يخليهم، الله يخليهم يا رب، يخليهم. ربنا يخليك يا امي، ربنا يخلي فيك يا امي يا رب، زي ما ستروني وخلوني. ربنا يخليهم، ربنا يبارك لي فيك يا امي، ربنا يبارك لي فيك يا امي. شفتوش من كام سنه؟ من سنين، من سنين ياما، سنين سنين. دورت عليك كتير يا امي، والله دورت عليك كتير يا امي. على فكره محمد كان بيدور عليك، كان بيدور عليك على الفيسبوك وعلى صورك، كان ماشي بصورتك بيدور عليها. انا حاسه والله، وللاسف حتى لما عرف انك انت في دار ما عرفش يوصل لها، ماشي بصورتك في جيبه.